هذا وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها العشرات من الجنود الإسرائيليين وأوقعوا عددا من القتلى والإصابات في صفوفهم شرقي حي الزيتون في مدينة غزة. وأفادت حماس بمهاجمة قوتين إسرائيليتين في كمينين منفصلين في حيي الشيخ رضوان والكرامة شمالي القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود إضافيين في المعارك وإصابة 12 جنديا وضابطا آخر بجراح خطيرة، ليرتفع بذلك إجمالي قتل الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية داخل غزة إلى 102. هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على فتحتي نفقين في محيط إحدى المدارس في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وتدميرهما. Let's go.